هادي فرحان العامري، ولد في عام 1954 بمحافظة ديالى، متزوج من إيرانية ولديه 3 أولاد وبنت واحدة، يحمل الجنسية الإيرانية بالإضافة إلى العراقية. حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974. غادر العراق إلى إيران وأسهم مع محمد باقر الحكيم في تأسيس المجلس الأعلى برعاية من النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. أصبح ضابطاً في الحرس الثوري الإيراني بعد تخرجه من جامعة قوات الحرس الإيرانية. يتقاضى راتباً شهرياً من إيران يبلغ أكثر من 2,600,000 ريال إيراني، أي ما يعادل راتب عميد في قوات الحرس الإيرانية. شارك العامري في تأسيس فيلق 9 بدر بوصفه الجناح العسكري للمجلس الأعلى، وقاد عمليات مسلحة في جنوب العراق وتحديداً في منطقة الأهوار. شارك العامري في المعارك إلى جانب القوات الإيرانية ضد الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية. تولى عملية التحقيق مع الجنود الأسرى العراقيين خلال الحرب، وقام بتعذيب وتصفية أعداد منهم، خاصة الذين رفضوا الانضمام إلى ما سمي حينها بقوات التوابين. عمل العامري تحت لقب معاون مسؤول قوات الإمام الخميني التي نفذت العديد من العمليات داخل الأراضي العراقية عبر مقار سرية. نظر ما صلح باكوف نيس، وإن رأي الإمام أنه الآن وقف إطلاق النار والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. أصبح قائداً لفيلق بدر عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية في مدن جنوب العراق. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تم تغيير اسم الميليشيا من فيلق بدر إلى منظمة بدر. سيطرت ميليشيا بدر على العديد من المفاصل الأمنية ونفذت عمليات تصفية استهدفت قادة الجيش العراقي السابق والعديد من الكوادر الأكاديمية والعلمية في البلاد. أصبح عضواً في مجلس النواب لأكثر من دورة ورئيساً للجنة الأمنية والدفاعية فيه. تولى العامري وزارة النقل والمواصلات في حكومة المالك الثانية. في أيار 2011 هدد العامري بتقديم استقالته في حال عدم تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، والذي بلغت تكلفته أكثر من 4,500,000,000 دولار. لم يستكمل المشروع ولم يقدم العامري استقالته من منصبه في ذلك الوقت. وفي العام 2012 أحالت وزارة النقل مشروع كسر الأمواج لميناء الفاو إلى شركة يونانية، ولغاية عام 2018 لم يتم إنجاز المشروع. سنعلن عن موضوع كسر الأمواج. أنا جدي في موضوع ميناء الفاو، ما أعتقد أكو واحد جدي أكثر من عندي في موضوع ميناء الفاو، وأنا الذي أعلنت إذا عجزت عن بناء ميناء الفاو سأقدم استقالتي. في هذا اليوم وقبل لحظات من هذه اللحظة توقيع عقد مهم بمشروع مهم بالنسبة للعراقيين. إبان توليه وزارة النقل تسبب نجله في أزمة كبيرة في عام 2014، حيث منع العامري طائرة لبنانية من الهبوط في مطار بغداد لعدم نقلها لنجله، وذلك بعد تأخره عن موعد إقلاع الطائرة. لماذا لم يتم إركاب راكبين عراقيين أحدهم ولدي في الطائرة، رغم أنه عنده بوردينج ووصل إلى باب الطائرة والطائر باب مفتوح، لكن الطيار أصر على 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 عدم صعود الراكب التي هي خلقت المشكلة. ضم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال انتخابات عام 2014 بعد انفصاله عن المجلس الأعلى. اشتهر العامري بعلاقة وثيقة مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني. نفتخر بهم ولا نخاف أحد ولا نتردد من أحد، وسيساهمون معنا حتى تحرير نينوى والأنبار بالكامل، وليولي من يولي، وليرد كل من يتحدث عن هؤلاء المفروض أن يقف لهم. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. عين العامري مسؤولا عن الملف الأمني في محافظة ديالى لأهميتها وقربها من إيران، وهو أمر فسح المجال أمام الميليشيات لكي تحكم سيطرتها على المدينة وتنفذ أعمال عنف وتطهير طائفي غير مسبوق.
إلى جانب قيادته لميليشيا بدر يعتبر العامري من أهم قادة ميليشيا الحجدة. العامري متهم بارتكاب انتهاكات واسعة بحق أهل السنة في المناطق التي دخلتها ميليشيات الحجدة، شملت عمليات قتل وتعذيب وتشريد وتدمير ممتلكات على أساس طائفي. في أواخر أيار 2016 شارك العامري في قيادة العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش والحج الشعبي وقوات إيرانية وبدعم وإسناد من طيران التحالف الدولي بحجة طرد تنظيم داعش من الفلوجة. بعد 24 ساعة من إعلان العامري تحالفه مع العبادي أعلن انسحابه من التحالف لأسباب قال إنها فنية. عنده مشكلة بالفساد لو لا؟ عنده مشكلة مسؤول عن القضاء لو لا؟ لا لا شو بقول لك إياه، مو القضاء مسؤول عنه، أنا شو بقول لك إياه، إحنا حمينا، إحنا ككتل سياسية أكو يقدر واحد يحكي واحد، والقضاء كده نروح نهدده. عامل يصير وزير تخرب الدنيا. والعباس أبو فاضل دينار واحد ما مستلم، لا حماية ولا راتب. هذا مصطلح صالح المطلق اللي يتحدث باسم المقاومة، هذا متبنينه الإنجليز متبنينه. هذا إجوا الإنجليز قالوا كون صالح لك، هذا بحثي قال لك كون صالح المطلق يجي. هذا يتحدث أمامي وأمامك يتحدث ومين؟ والله علاقته بالاحتلال أكثر من عندي. خلي نحاسب ساحات الاعتصام، خلي نحاسب كل من ساهم في ساحات الاعتصام. ساحات الاعتصام هي التي أدت إلى انهيار الجيش، ساحات الاعتصام هي التي مهدت لداعش ومكنت داعش، بالإضافة إلى أزلام النظام. على المرشح هادي العامري تسديد 999 ألف دولار مقابل هذه الدعاية الانتخابية لإدارة قناة الرافدين.